السلام عليكم الاخوان والاخوات، كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اذا اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشرحوا انواع ديال البيداغوجيات، ونشرحوا اولا البيداغوجيه الفريقيه، والبيداغوجيه ديال الخطا، وبيداغوجيه اللعب، وبيداغوجيه المشروع، وبيداغوجيه حل المشكلات. ونتمنى نكون وصلت الفكره، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع اصحابكم وتشتركوا عندنا في لاشين باش يبقى يوصلكم الجديد، ولي لايك باش تشجعونا، وشكرا لكم والله يوفق الجميع. اذا نبداو على بركه الله. عندنا انواع البيداغوجيات. هو البيداغوجيه غنبداو بها هي البيداغوجيه الفارقيه، ومن الاسم ديالها كنعرفوا باللي غادي تهضر لنا على الفوارق. اذا البيداغوجيه الفارقيه هي اجراءات وعمليات تهدف الى جعل التعليم متكيفا مع الفوارق الفردية بين المتعلمين، مع العلم أن هناك فروق بين متعلمين الفصل ذهنية نفسية وبسيكولوجية. مازين، إذن هذه البيداغوجية الفارقية كتقول لك خصك تجعل التعليم متكيف مع دوك الفوارق اللي عندك داخل الفصل. مثلا عندي 30 تلميذ متفوقين وعشرة متعطرين، يعني خصني نحاول مثلا ملي يكون كنشرح ما نصعبش يعني في الشرح، لحقاش عندي مثلا 30 متفوق، خصني نراعي دوك المتعطرين، نحاول نبسط شويه. ومثلا في الامتحان ما نحطش الامتحان صعيب وما نحطوش سهل، نراعي المتفوقين ونراعي المتعطرين، يعني خصني دائما التوسط والاعتدال. لان هي البيداغوجيه الفارقيه. ولا مثلا فاش تقول لهم هضروا لي مثلا على انشاء رحلتك في المدينه، ولا كاين اللي ما عمرو مشى للمدينه، اذا دائما مثلا في الباديه ولا هذا كنراعي النفسيه ديال التلاميذ وعلى المحيط ديالهم وفين كيعيشوا الى اخره. دابا نمشيو للبيداغوجيه الخطا. تهدف الى ان الخطا امر طبيعي، ومن الخطا يتعلم الانسان، والخطا حق مشروع، وكذلك الخطا انساني. هاد بيداغوجية الخطأ كتقول لك مثلا ملي كتكون كتشرح الدرس وبديتي كتسول وسولتي شي تلميذ وجاوب خطأ، يعني ما خصكش تنيرفا وتقول لي انا من الصباح كنشرح ولا هذا، يعني انا كتحاول تشجعو، ولا مثلا تقول لي قربتي للسؤال الجواب، ولا هاد الجواب مثلا ديال هاد السؤال ماشي ديال هاد السؤال اللي طرحت، ديال سؤال اخر، وتعطي يعني الفرصة للتلاميذ الاخرين يجاوبوا، وهكذا غيكون واحد الجو في القسم مزيان، وانت ما غاديش تنيرفا، وبلي تكون عندك هاد البيداغوجيا ديال الخطا. مثلا ملي خطا التلميذ يعني عادي، يعني راه من الخطا يتعلم الانسان، وعادي ما يكونش ديك النرفزه الى اخره، وكا باش نتشجع التلاميذ، يعني ما يكونش داك القمع وديك السلطويه داخل الفصل. بالنسبه لبيداغوجيه اللعب نقتصروا على مثال في المستوى الأول، عندما تعطي العجينة للتلميذ يلعب بها في نفس الوقت يصنع بها أرقام وحروف. مثلا في القسم الأول أنت كتعطيهم العجينة في نفس الوقت كيلعبوا بها، في نفس الوقت كيصنعوا بها أرقام وحروف. إذا هاد البيداغوجية ديال اللعب كتقول لك بلي خصك دمج اللعب أثناء العملية التعليمية التعلمية. وعندنا بيداغوجية التعاقد، يعني تشمل ثلاث مبادئ: حرية الاقتراح وتقبل الرفض والانخراط المتبادل ومبدأ التفاوض، أي أن الأستاذ في بداية المشوار الدراسي يعمل بتعاقد مع التلاميذ، أي احترام الوقت، لباس الوزراء، عدم الاستهزاء بالآخرين إلى آخره. إذن هاد بيداغوجية اللعب كتقول لك مثلا أنت ملي كتمشي تقري في شي جبال ولا في شي بلاصة بعيدة، يعني أول حاجة هو كتعرف على التلاميذ الاسماء ديالهم، كدير معاهم واحد الكونطرا التعاقد، يعني خصنا هاد العام يعني ما يكونش مثلا تبقاو تحضروا في الوقت، مثلا اللباس الطبليه، عدم ما يكونش استهزاء بالاخرين، مثلا تحدد رئيس القسم وامين والكاتب ديال القسم الى اخره، يعني كدير معاهم واحد الكونطرا في بدايه المشوار الدراسي. مزيان، دابا غنمشيو لبيداغوجيه المشروع. هو مشروع يتفق عليه الأستاذ والمتعلمين ويعملون عليه. مثال: نسبة النجاح مرتفعة. مثلا واحد المشروع كيخدموا عليه الأستاذ والتلاميذ، مثلا كيقول لهم هاد السنة خص كلشي ينجح، ولا خص يكون عندنا نسبة النجاح مرتفعة،
يعني واحد المشروع كتفق عليه انت والتلاميذ وكتتماشاو عليه. هذه هي بيداغوجية المشروع. وكاينة بيداغوجية حل المشكلات تهدف إلى مناقشة الوضعية المشكلة والعمل عليها. مثلا خصك تكون عندك هذه البيداغوجية، مثلا كنت كتقري في شي درس مثلا ديال المسائل وعطيتهم واحد المسألة، تخليهم يخدموا باش انت تكتشف الأخطاء ديالهم والتعثرات وتناقش معاهم الحل. تجمع دوك الحلول وتناقشوه انت فين عندك الخطأ باش يداركوا الأخطاء ديالهم. إذا هذه هي بيداغوجية حل المشكلات. ونتمنى نكون شرحت مزيان هاد البيداغوجيات. وما تنساوش الى عجبكم لا فيديو تشتركوا عندنا في القناة وتفعلوا الجرس باش يبقى يطلع لكم الجديد. وشكرا لكم.